كمان عايز اتكلم عن علي لطفي. علي لطفي في اخر الدوري الممتاز لعب برضو، ظهر بشكل مميز، شكل ان هو جاهز، شارك في رقم قياسي تحقق للنادي الاهلي 28 مباراه كلين شيت. اخر رقم كان موسم 90-91 27 مباراه، لكن حراس مرمى النادي الاهلي مع ميشيل كسروا الرقم ده اللي بقاله حوالي 20 سنه. علي لطفي ظهر في الوقت المناسب وادى برضو، وكان عند حسن الظن. وي باسكو علي بالفعل، علي لما تحب تحل محل حارس زي الشناوي دايما في مخاطره كبيره، نيجي مكان حارس كبير، يا اما علي لطفي يلعب ويلعب بنفس المستوى. وطبعا احنا عارفين علي لطفي وحارس عنده خبرات، لعب منتخب. طبعا بالنسبه له مش سهل ان يجي مكان حارس كبير زي محمد الشناوي ويرجع تاني يدخل الفريق يلعب بشكل اساسي، خاصة ان محمد الشناوي قدم مباريات كبيرة مع الفريق ولازم يحل محله في لحظات صعبة، في اوقات صعبة. لا قدر الله لو محمد الشناوي حصل له اصابة او تم ايقافه، ميشيل عنده ثقة في علي لطفي وفي صلاح شوبير ولا الاخبار ايه؟ دونك علي اون كونفيونس، علي لطفي عندي ثقة كبيرة فيه، لان بفضل مستوى الشناوي المرتفع انه بيرفع مستوى الاحتياطي بتوعه، بيشتغلوا معاه بيتمرنوا معاه، وبندي فرصه لعلي لطفي ولشوبير لو لا قدر الله الشناوي مش موجود بيبقى فرصه ليهم يثبتوا نفسهم، وفرصه برضه ان هو بيلعب معاهم بيتمرن معاهم وبيرفع مستواهم في خلال تمرينه معاهم. وانا شايف ان علي لطفي في الوقت الحالي مستواه بيتقدم بشكل كبير، ومنتظر حاجه واحده بس، لما تجيله فرصه ان يمسك في الفرصه. هو عارف كويس جدا ان الشناوي بيلعب مستوى عالي جدا، مستوى مرتفع جدا، لكن هو وراه ومستعد وجاهز ومستني الفرصه، لان يوم ما هنحتاجه هو وشوبير لازم يثبت نفسه في الملعب، وانا عندي ثقه بده. لكن انا شايف في الثلاث حراس اللي عندنا المفروض ما نقارنش ما بينهم، لان صعب نقارن بين الثلاث حراس، لان كل واحد ليه اسلوب لعبه. الشناوي هو الشناوي، وعلي لطفي هو علي لطفي، وشوبير هو شوبير، كل واحد ليه اسلوب لعبه، ما ينفعش نقارن الثلاثه ببعض. والثلاثه بيلعبوا مستوى بيأهلهم يلعبوا المنتخب الوطني. الماتش اللي شفته في كاس مصر شفت علي وهو بيلعب، حاسس ان علي بيلعب كانه لعيب، كانه بيلعب بقاله كتير